أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة، أكد على ما يمثله قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من أهمية في رفد الاقتصاد الوطني كونه أحد القطاعات ذات الأولوية في مملكة البحرين، وأشار معالي إلى ما يحظى به هذا القطاع من اهتمام كبير من أجل مواصلة تنميته وتهيئة كافة السبل الداعمة له، بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأشار معالي الوزير إلى أهمية مواصلة تعزيز البنية التحتية الرقمية الداعمة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز جاهزيتها بما يحفز التنافسية التي تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، مشددا على ما يوفره هذا القطاع من تقنيات وحلول رقمية مبتكرة تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية. جاء ذلك خلال حفل الإعلان عن إطلاق شركة بيون، أكبر شركة اتصالات وتقنية معلومات في مملكة البحرين، والتي ستكون الشركة الأم لكل من شركة باتلكو وشركات بيون الرقمية واستثمارات باتلكو الدولية، بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة، وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، حيث تم خلال الحفل إطلاق الشركة رسميا والكشف عن شعار الشركة الجديد. وتزامنا مع ذلك تم عرض شعار شركة بيون في عدة مواقع في مملكة البحرين، منها فندق فور سيزنز خليج البحرين وحلبة البحرين الدولية ومبنى مقر الشركة بالهملة. من جانبه وجه الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة باتلكو وبيون كلمة للحضور، أعرب فيها عن الفخر بإطلاق شركة بيون والتي تمثل رؤية باتلكو للتحول الرقمي من خلال تنويع وتوسعة الأعمال مع المحافظة على مكانة شركة باتلكو كشركة اتصالات رائدة. ونتج عن هذه الاستراتيجية إطلاق 4 شركات رقمية جديدة خلال العام الماضي، مؤكدا أن النظام البيئي القوي الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين تماشيا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 قد أتاح للشركة توفير المنصة المناسبة للتقدم في رحلة التحول الرقمي إلى المرحلة التالية. اليوم سعيدين جدا بإطلاق الهوية الجديدة للشركة القابضة لشركة باتلكو، شركة بيون، وهي الشركة الرقمية اللي بتملك شركة باتلكو، وال4 شركات الرقمية اللي أطلقناها بيون سايبر، بيون سولوشن، وبيون ماني. وإحنا اليوم يعني نعتبر هذه مفصل ومحور لتاريخ باتلكو، أن اليوم قدرنا أن نخلق هالبراند الجديد والشركة الجديدة، إن شاء الله لمستقبل أفضل في مملكة البحرين والمساهمين الشركة. إحنا اليوم في مرحلة جديدة، العالم قاعد يتغير، كل الشركات الاتصالات قاعدة تغير هويتها إلى يعني شركات جديدة، شركات تكنولوجيا. فإحنا اليوم مثل ما غيرنا تغير ومثل ما إحنا اليوم عندنا خطط مستقبلية، الخطط المستقبلية هي تحويل الشركة من شركة اتصالات إلى شركة تكنولوجيا.